Selamun Aleyküm. Yüzünü okuma derslerine Bakara suresinden devam ediyoruz. Bakara 89. ayet-i kerimeye geldik. Beraberce başlayalım. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemme هم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين الشد اللي من تترك إدغام جاءهم يتم التصوص كتاب idghamla gunne izhar var ayn derken ihfa yapıyoruz. Bu da idgham şekilde yaptık. Mi yine ihfa yapıyoruz. Neşe dilimi tuttuk benzer met muttasıl. Bitirdik. <laughs> بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين اسلايك برا لما دلالة مفصلوزة يرس انفسهم يخفى يبتك يدغام yine metti mufasıl ve ihfa ey idam bilahun ila, ila merhun ne yapıyoruz ihfa yaptık Aleme bakın üç tane önüne geldi ila merhunun yağlısına burada da metti muttasıl metti muttasıl, şuradaki met yazan met yazıyor şurada <laughs> febe u yani burayı bir elif miktarı وظللت فب شؤو كلمة سنة وظللت فبالسنة وظللت وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم